كلاب كانت في القديم تحرس البشر، الآن البشر يحرس الكلاب. نهى عن ثمن الكلب، اليوم الكلب يرث. تموت الأسلف جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. الكلاب، الكلاب أكرمكم الله، عندنا كلب يستخدم في الحراسة، في الصيد، في الرعي، لأنه يحرس الأغنام. اقتناء هذا الكلب جائز، غير هذا محرم. مفهوم؟ طيب، الآن ننظر إلى هذا الأخ. هذا الأخ لديه أغنام، وضع حارس على هذه الأغنام كلب. فالآن مرخص له في اقتناء الكلب، صحيح أم لا؟ أي نعم. إذا ولغ الكلب في إناء هذا ماذا يصنع فيه؟ يغسل 7 مرات ولنا بالثرم، ما في شك في هذا. لكن عرق الكلب مثلا بالنسبة لهذا الأخ، لأنه أذن له استعماله، فهذا غير نجس. أما هذا زار هذا الأخ وجاء شيء من عرق الكلب مثلا، أحيانا ترى وانت ماشي يمر يمسح بك الكلب، ايش تصنع في الطريق وانت ماشي؟ صحيح. فتنظر إذا كان يعني لصق بك شيء من شعر الكلب تزيله، وإلا يعني الأصل لم يأتيك شيء ولا إشكال فيها. طيب، بقاء الكلاب في البيوت يمنع من دخول الملائكة، فأنت إيش ماذا تصنع؟ يعني تحذر، تنبه بعض الناس وكذا على يعني هذه الأمور. يعني احنا أردنا أن نتكلم بشيء يعني لأنه أكثر يعني فيه السؤال. طيب.